أجز البيوت الشعر وعذب لحون النشيد لطرف العريف وكل الحب لها نحملها اللي لها في القيادة والإرادة رصيد وإنجازها ما حد في الناس قد يوصل أجزى البيوت الشعر وعذب لحون النشيد طرف العرف وكل الحب لها نحمل اللي لها في القيادة والإرادة رصد وانجزها ما حد في الناس قد يوصل غرفه تقاعدت بعد النجاح الأكيد وفعولها بالعطاء والبذل متواصلة ريدة والأوجام تشهد وحنا نشيد كل الجبال بنجازها لها شاهدة فيها الرزانة مع التصميم شي أكيد فيها الأدب والرقي بأفعالها تحملة أخذت قرار التقاعد بعد فعل سديد وقعدت راغبة منها على التكملة مديرة طبعها في الناس طبعا فريد بأسلوبها وطيبها وأخلاقها الفاضلة قائدة المتوسطة الثانية والرابعة باسم طرف المديرة وروحها العالية طرفة بنت الشيوخ وبنت عز مجيد اللي لهم في المواقف وقفة ماثلة صالح أبوها سليل العز شامين وجيد مثل العرفي أسود في الوغى باسلة بنت صالح المخلصة اللي تلهم المخلصات حتى والنفس دايم طرفة متجاملة الجد والعزم نالت كل حلم بعيد هبة وطيبة وبالقانون متعاملة حكيمة رايها الراية الصحيحة السديد والعلم ساس لها وصافها كاملة أجزى البيوت الشعر وعذب لحون النشيد الغنية اللي كل الحب لها نحملها غرفة بفن القيادة حققت ما تريد سيرة وقدوة وبالإنجاز متجملة الله يكتب لها الصحة وعمر مديد بين السعادة عسى كل العمر بكملها